يوم ضفتي اسمها قمر الهزاع، هي رسامة و يعني بتمزج بألوانها يعني نكهة الفرات يلي هي نشأت فيها. خلينا نحكي أيضا عن عشقها للفرات يلي تغفو بجواره منذ ولادتها وتحول إلى إبداع من خلال يمكن اللوحات والألوان يلي بترسمها. رح نشوف اليوم ضيفتنا قمر. صباح الخير، يسعد صباح صباحك. الوريد والياسمين، صباح كادر القناة الإخبارية السورية الجميلة الرائعة اللي كلنا بنفتخر فيها بكل مكان وزمان. أهلا كادر صباحك، فيكي، الله أهلا يسعدك. وسهلا صباحك فيكي. حبيبتي، دخي روحي. يعني بس حابين نتعرف على قمر، البيئة اللي نشأت فيها واللي مأثرة على فنها. يعني دائما بنعرف الفنان بيتأثر بالبيئة بس مو أكيد دائما بلوحاته، فخبرينا. أكيد، حكم إني بنت المنشأ الفراتي، المنشأ اللي ولدت فيه خلقت فيه، أكيد بدي أتأثر أنا بالطبيعة، بدي أتأثر بأهلها بناسها بألوان الصحراء اللي عنا، بألوان الطبيعة بالفرات العازف، فكله هذا بيعكس علي بتأثر فيه. نعم، خلينا نحكي عن الخط يلي حضرتك ماشية فيه. هلا عم نشوف لوحة تمام من اللوحات يلي بعض اللوحات تمام يلي عندك. تمام عم نشوف لوحة لوين، لهون ولا لهون؟ هيك اوكي. خلينا نحكي عن هاي اللوحة وخلينا نحكي عن الخط يلي قمر بتبدع فيه هلا واتجاهها وين. تمام. هلا انا دائما بحب امزج الالوان، بحب دائما استخدم الخط الاسود، هو انا بشوفه الخط الاسود هو لون كتير قوي، فانا دائما بحب حط القوه بلوحتي. طبعا الزرقاشات اللي بنشوفها بالعمل هي بتحكي عن الزي الفراتي اللي بسموه الهبريه، زي المراه الريفيه الفراتيه. طبعا في حاله من حاله الشقا، من حاله التعب. نعم، في لوحة تانية كمان هي في عندك؟ لوحة تانية، بس قبل أكيد ما نحكي عن اللوحة خلينا نشوف الدفاتر أو تمام. شو الصحف يلي هلا معك، وأيضا عم نشوف على الشاشة في تكريمات لإلك، في تماما صحف أجنبية أيضا حكيت أي عنك. تماما هذا كان إلي تكريم من مؤسسة البنفسج الفنون بالعراق، طبعا بوجه له تحية الأستاذ علي جابر. خلينا أوكي نشوف. حلو، هيك ولا هيك عندك يا اوكي. ايضا الشهادة كمان من الثانية مؤسسة البنفسج، اتحاد مثقفين العرب، مجلة نجوم سوريا، اوكي. مؤسسة البنفسج الثقافة والفنون، بتشكرهم كثير، بوجه له تحية الأستاذ علي جابر نجاح على الاهتمام الملحوظ بأعمالي. قد ايه حلو قمر انك عم تمثلي سوريا، وخاصه يعني كمان شفنا بزمن الكورونا كثير هيك تحجمت المهرجانات وما عاد اكيد في هالهي. قد ايه حلو انك اليوم عم توصلي اسم بلدك وترفعي عبر كان صور وعبر ثقافه وتراث. يعني تماما. اول شغله هو كان وقت صعب كثير نحن كنا عم نشتغل فيه، تواصلوا معي جمعيه نجم الدوليه، طبعا اكيد شرف لإلي اني احكي باسم بلدي هي سوريا. فكان كمان في بضمن اني مثلت البلد، كان في لي مشاركه عن عمل يحكي عن وباء كورونا. نعم، والعمل اذا بتعرضوه على الشاشه بعد اذنكم. وراكي في اعمال عم تنعرض. تماما. هلا هذا العمل بيحكي عن القوه، انه يعني بنت حامله الشغلات اللي نحن فينا مثل هالمعقمات فينا، نحن بنتغلب عليه، ما نحن هو بيتغلب علينا، فيها يعني نوع من القوة هيك. نعم قمر، بس خليني تساعديني شوي، بس هدول بس احمليهم تمام لنشوف هاي اللوحة ايضا كمان وجه. لا هلا هاي امرأة شاردة عم بتفكر بالواقع، عم بتفكر هيك. طبعا وبرجع عيدا انه بحب امزج انا اللون الاسود باعمالي، وزي الريفي الفراتي اللي دائما انا بحب حط بصمه بتمثلني اني بنت الفرات. نعم، يعني كثير من الصبايا زينب بيكون عندهم لون وخط محدد للعمل، أكيد منه البورتريه ومنه الوجوه ومنه تجسيد أكيد شخصيات، أكيد وايضا بيكون عند اي فنان مثال اعلى بالحياه. أكيد خلينا نحكي مين مثالك الاعلى وليش حبيتي ترسمي هيك وجوه، ما اخترتي مثلا هلا خط يعني انا تاني؟ هلا مو انه على اني اخترت خط
الثاني، انا دائما برسم يعني بشكل تعبيري، عبر ما بداخلي انا باعمالي. اما اذا بدي اذكر كتاثر فاكيد زميلي العزيز فادي الفراج، اشتغلنا انا وياه كثير سوا يعني بموضوع الفن وهيك، فصار عندي تاثر باعماله وصرت يعني خط قريب. خبرينا عن مشاركاتك على الصعيد الدولي كمان. كان عندي مشاركة هي تبعيت كورونا، كان عندي مشاركة بتحكي عن إشجار الزيتون. طبعا اجت هي المشاركة ضمن وقت اللي صارت حرائق ريف اللاذقية. اكيد نحن حكينا عن يعني في كثير اشياء، مثلا عن اهميه الاشجار، عن اهميه الاراضي الزراعيه. شو وصلتي برسمه شجره الزيتون؟ يعني وصلت يعني صوره بتحكي عن الحرائق، بتحكي عن يعني اهميتها. نعم. امر من بعد يمكن ما يكون عندك مشاركة بمعارض وبلوحات، دائما الفنان بيطمح بشيء لقدام، بس شوف نجاحه بيشوف قدام عيونه أكيد. الخطوة اللي جاية شو الخطوة اللي جاية يلي رسمتيها ببالي؟ إن شاء الله أنا مفكرة بمعرض فردي، طبعا بغض النظر عن مشاركاتي دوليا ومحليا، أنا مفكرة إن شاء الله بمعرض فردي. نعم. في وجه هيك بتحبي ترسميه او رساله معينه للامراه ممكن انك تتخطي التراث الفراتي تروحي على التراث السوري بشكل عام؟ هلا انا بس بدي اعقب على هي الشغله، انه انا برسم عن المراه الفراتيه بشكل خاص وعن المراه العربيه السوريه بشكل عام. حلو. بما يعني من الحنيه ومن الطيبه، من الشقاء، من التعب، بكثير امور تخص المراه والمراه السوريه يعني هي امنا، فاكيد انا بهيك كمان ظروف انا تاثرت فيها كثير. أكيد بحب انقل انا صوره بلدي سوريا بكل محل. أمر يعني كثير من الاشخاص هن بيمتلكوا موهبه ولكن هن مانن اكاديميين، ما درسوا بمعاهد وباماكن خاصه بتعلم الخطوط الاولى. اليوم قديش ارتباط الموهبه بالاكاديميه هي شيء مهم؟ هلا وخلينا نحكي ببدايتك كيف بلشتي؟ هلا بدايتي الله يخلي لي والدتي فوق راسي، هي داعم كانت لإلي. طبعا هي كمان فنانه تشكيليه، اخذت انا الموهبه منها. كنت دائما مرافقتها بمعسكر الطلائع ضمن دورات اشراف لها، فكانت بتتابعني دائما، كنت ارسم وهيك. نعم. حتى انه وصلت لهون الحمد لله، يعني بفضل الله وفضل اهلي. يعني بنتمنى لك التوفيق يا قمر، يعني وانك تحملي لقب قمر الفرات كونك عم بتمثلي طبعا المراه الفراتيه والسوريه بشكل أكيد عام. طبعاً. هذا شيء كثير حلو، بتمنى نشوفك بمعارض دوليه خارجيه وتحملي اسم سوريا خارجا كمان. موفقه وان شاء الله نشوف لك معرض قريبا. شكرا لوجودك معنا. الله يسلمك يا رب. شكرا لكم. شكرا كثير لك قمر. كلمه اخيره، الله يحمي سوريا شعب سوريا، مبارك السيد دكتور بشار الأسد بفوزه بالانتخابات، والله يحمي لها البلد ويحمي بلدنا شعبا وجيشا وقائدا. وشكرا كثير. شكرا كثير لك وموفقه اكيد بخطواتك اللي جايه.